أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية تخص خليل إبراهيم جيهان. وقبل الخضوع في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. حضر خليل إبراهيم جيهان كضيف شرف في إحدى المدارس المختصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا المؤتمر يسمى حفل مطابقة مدارس إيستيك لرفع مستوى الوعي. ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي كما قلت العام حول الأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون. حضر خليل إبراهيم جيهان هذا البرنامج كضيف شرف وألقى كلمة رائعة في حفل مطابقة مدارس إيستيك لرفع مستوى الوعي العام، وأشار في خطابه الذي استمع إليه الطلاب بفضول واهتمام كبير، وذكر أن المثابرة والتحفيز مهمان للغاية للنجاح في الحياة، وكل شيء يبدأ بالإيمان بنفسك. بعد الإيمان بنفسك وإدراك الشخص الآخر كل شيء ممكن. يحاول خليل إبراهيم جيهان مساندة الأطفال وتحفيزهم وتوعيتهم، كما أيضا مديرة أعمال خليل إبراهيم جيهان كانت موجودة هي أيضا بجانبه. وإحدى المتابعين لخليل إبراهيم جيهان أوكرانية كانت موجودة في الحفل وقامت بمدحه كثيرا قائلة: إنه إنسان ولا أروع، إنسان خلوق طيب متواضع ودائما مبتهج للجميع، ابتسامته لا تختفي على وجهه، ونتمنى أن يوفقه الله في هذا العمل الخيري وأن يكون قدوة للجميع. وتم اليوم نشر الندوة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان خليل إبراهيم جيهان يبدو سعيدا جدا مع الأطفال في الحفل، حيث قام باللعب مع الأطفال بالبالونات وقام بالتقاط الصور معهم ومع أشخاص داعمين للمدرسة. بصراحة هذا عمل رائع، ما أجمل السلام والحب والاحترام والقيام بهذه الأشياء الطيبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. خليل إبراهيم جيهان أدخل عليهم البهجة والسرور في قلوبهم، بارك الله فيه. رائع أن ترى هذه السعادة التي يجلبها خليل في كل مرة للأطفال باهتمامه ولطفه، بصراحة لفتة تثلج الصدر بدعمه للأطفال، فضيلة رائعة يضيفها إلى العديد من محاسنه الرائعة. كما أيضا وقع حدث غير متوقع، حضر هناك في الحفل فاروق ترغوت، وأسعد حضور فاروق ترغوت أنصار خليل إبراهيم جيهان. وجانب آخر ملحوظ في البرنامج هو أن مالك المدرسة العامة التي عقد فيها المؤتمر هو صديق مقرب لفاروق ترغوت، وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها ورصدها من الصحف، حضر فاروق ترغوت المؤتمر لفترة وجيزة، وأجرى فاروق وخليل محادثة قصيرة، وعلى ما يبدو كما قالوا هذا يوضح الوضع أن القضايا بين خليل إبراهيم جيهان وفاروق ترغوت قد تم حلها، كما أن هناك أخبار غير مؤكدة وتروج أن خليل سيبدأ قريبا للاستعداد لفيلم الذي سوف يصوره مع فاروق ترغوت. أصدقائي ما رأيكم في هذا؟ خليل إبراهيم وفاروق ترغوت إذا عملوا معا حقا هل سينجحان سويا؟ أظن أنه عندما يجتمع اثنان من المهنيين ويعملان معا ستكون النتائج كما هو متوقع، ونتمنى أن يكون هذا صحيحا، لأن فاروق ترغوت ناقش من قبل مع خليل إبراهيم جيهان بدون نتيجة، أو بالأحرى كانت هناك نتيجة رفض خليل إبراهيم جيهان. لا أعرف لماذا لا يستطيع خليل إبراهيم جيهان الانفصال على نظمية. المهم تهانينا للعمل الخيري لخليل إبراهيم جيهان، إنه إنسان لا يصدق ويستحق كل شيء جيد، ويتقرب من الله دائما بهذه الأفعال. نتمنى له النجاح في جميع مشاريعه وحياته الخاصة. المهم إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.